الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين المصطفى الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا وارث الكتاب والحسين، تفديك مني مهجتي وعيني، لك السجود ناح في الظلام، يا أيها السجاد يا إمامي. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم برنامج صفحات، إذ سنطوف وإياكم في رحاب إمامنا علي بن الحسين السجاد، فكونوا معنا بعد فاصل قصير. مما تفرد به الإمام علي السجاد عليه السلام عن سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذلك اللقب الذي أطلقه عليه جده خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد روي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين الصفوف. وقد لقب إمامنا بهذا اللقب لكثرة عبادته، وقد عرف به واشتهر به حتى صار اسما له، وحقا أنه كان زينا لكل عابد وفخرا لكل من أطاع الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوجد عندنا رواية منقولة في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، تقول هذه الرواية أن الإمام زين العابدين كان إذا أراد سفراً يختار رفقة لا يعرفونه، أي لا يعلمون أن هذا هو علي بن الحسين زين العابدين ابن رسول الله. يشوف جماعة ما يعرفون أصلا ويسافر معهم، ويشترط عليهم أن يكون هو الذي يقوم بخدمة هذه القافلة، هو الذي يغسل الثياب، هو الذي يقوم بطبخ الطعام لهذه القافلة، يشترط عليهم ذلك اشتراطاً. فسافر مرة مع جماعة لا يعرفونه كعادته، فرآه أحدهم من بعيد وقال لهم: ويحكم، إن هذا زين العابدين، هذا علي بن الحسين عليه السلام. فوقعوا على يديه يقبلونها وقالوا له: يا ابن رسول الله، لم لا تقول لنا أنك علي بن الحسين، أنك زين العابدين؟ فقال لهم الإمام: لقد سافرت مرة مع رفقة يعرفونني فأعطوني برسول الله ما لا أستحقه. يعني يقول هذا هكذا يتواضع الإمام زين العابدين بين يدي الله عز وجل، هكذا يتذلل بين يدي الله عز وجل، لا يريد من الناس أن يحيطوا به وأن يعظمونه، يريد أن يكون ترابياً متواضعاً مع الناس، يكون مع الناس كأحدهم كما كان جده علي بن أبي طالب عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام زين العابدين عليه السلام من أبر الناس بجيرانه، كان يرعاهم كما يرعى أهله، وكان يعول ضعفاءهم وفقراءهم، ويعود مرضاهم، ويشيع موتاهم،
ولم يترك عليه السلام لونا من ألوان البر إلا أزداه إليهم. كان عليه الصلاة والسلام يستقي لضعفائهم في غلس الليل، ولم يكتفي الإمام زين العابدين عليه السلام بما أزداه على جيرانه من أنواع البر والإحسان، وإنما شملهم بدعائه، فكان يدعو لهم بالتوفيق والحسنى والسداد، كما كان يدعو لنفسه ويدعو لأهل بيته. كانوا من مهامه وقد خصهم بدعاء من أدعيته الشريفة، ومنها: اللهم صلي على محمد وآل محمد، وتولني في جيراني وموالي والعارفين بحقنا والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك، ووفقهم لإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وعيادة مريضهم وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالجدة والإفضال وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال. يا أعظم إنسان يموت ويعيش بسبب موت، ضميرك خط على التاريخ، أول منتصر والرمح تابوت. يا أعظم إنسان يموت ويعيش بسبب موته، ضميرك خط على التاريخ، أول منتصر والرمح تابوت. ويمشي الرمح بيك ويكتب وما مل، ما مقتول يحيى الكاهل الأعبل، ما مقتول يحيى الكاهل الأعبل، ويوح الاعتقاد انشال راسك ليش لو ما شيلت وزن الأرض يختل، يوح الاعتقاد انشال راسك ليش لو ما شيلت وزن الأرض يختل، بوصلت انتصارك للفخر تحديد، بوصلت انتصارك للفخر تحديد، بيها المان دلك لله ما يندل، قتيل العبرات الفايز على السيف، قتيل العبرات الفايز على السيف، اش ما كثرت جروحك تطلع الأجمل، قتيل العبرات الفايز على السيف، اش ما كثرت جروحك تطلع الأجمل، ملك الري وهم والصدق ملك حسين، للماخان تنطي شراد يتدلل، قالك الله عبد الله وكفاية هواي، قلت إلا بسبيه والعشق يكمل، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ولقيت الحل، تربطك بعلاقة الباري مو للحل، وقلت للينكوي بنار العشق يا رب يصير الموت عند من السهل أسهل، وقلت للينكوي بنار العشق يا رب يصير الموت عند من السهل أسهل، ونويت أنطي لقائك كل شي والمرضاك، وهذا والعطاء ربي هل تقبل، قربان العشق بعد الذبح بالخيل جثتي مطشرة بين الخيم والتل، قربان العشق بعد الذبح بالخيل
جثة مطشرة بين الخيم والتل. ما أحلاك ما أحلاك كل ما تنسحق يا حسين، ما أحلاك كل ما تنسحق يا حسين، ما يخرب جمالك واللي يخربك ذل. ما أحلاك ما أحلاك ما أحلاك كل ما تنسحق يا حسين، ما يخرب جمالك واللي يخربك ذل. عين عين الما بجت لك عمي يا مظلوم، عين الما بجت لك عمي يا مظلوم، وإيد الما تدق لك بالحشر تنشل، وإيد الما تدق لك بالحشر تنشل. مشاهدينا، بعد وفاة السيدة شاه زينان عهد الإمام الحسين عليه السلام إلى سيدة زكية من أمهات أولاده بالقيام بحضانة ولده الإمام زين العابدين ورضاعته ورعايته، وقد عنيت به هذه المرأة الصالحة كأشد ما تكون العناية، فكانت ترعاه كما ترعى الأم الحنونة فلذة كبدها. وقد درج الإمام في جو من الكتمان الشديد، فلم يخبره أحد بموت أمه إلا بعد أن كبر، لئلا يحترق قلبه ويقلق باله. ومن شدة رعايتها له أصبحت السيدة زكية أماً للإمام السجاد عليه السلام الذي كان يبرز لها كل الأدب والبر، حتى أنه كان يأبى أن يواكل أمه، فقيل له: يا ابن رسول الله، أنت أبر الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تواكل أمك؟ فقال: إني أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه. فلهذا الحد كان يراعي مشاعر وهواجس أمه حتى في تناول الأكل، فكيف به في بقية الأمور؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم مشاهدينا لنيل شفاعة إمامنا علي بن الحسين السجاد، وأن نحظى جميعا بشفاعته في يوم الورود بحق أبيه الحسين. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج صفحات، حتى الملتقى في حلقات قادمة. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.